أقام اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان فعاليات البازار المفتوح للمنتجات والأعمال النسوية، واحتوى البازار على أجنحة من المعروضات لمنتجات المشاركات في البرنامج المساحات الآمنة في المشغولات اليدوية والصناعات الغذائية والتي عرضت للتسوق وللتسويق والبيع. وأشاد المشاركون في الفعالية بدور الاتحاد في مجال التوعية والتدريب والتأهيل لنساء محافظة أبين. نحن اليوم في قاعة اتحاد نساء اليمن أبين بصدد اليوم الثاني، مستمرين لعرض المنتجات النسوية لعمل البازار. هذه 16 يوم تقام فيها كثير من الحملات، حملات المناصرة، أنشطة مكانة المرأة في الإسلام، تنفيذ قرار 13-25، بل وكثير والعديد من الأنشطة.